السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي أذواق. لأول مرة راي تشوف الفيديو تاعي، دير جام وتشترك في القناة تاعي، تفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. اليوم بحول الله مع اقتراب مناسبة يناير راح نديرو الخفاف أو السفنج. اليوم راح نديرو الخفاف بالفارينة للمبتدئات، والمرة المقبلة بحول الله راح نديرو الخفاف بالسميد. نبدأ بسم الله. عندنا حوالي 500 غرام فارينة، درنا لهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة سكر، ما نكثروش سكر باش ما يتحرق لناش الخفاف من برا ويبقى خضر من الداخل، حبة بيض صغيرة، ومغرفة صغيرة ملح. الملح نحطوه بعيد على الخميرة كالعادة، ونلمو العجين هذا كامل بالماء دافي فقط. العجين تاع الخفاف اكيد راح يجي خفيف، يعني ما حش يجي العجينه ناشفه. شوفوا معايا الطريقه. بسم الله. انا زدت شويه فرينه فقط وتحصلوا على هذا القوام، يعني العجينه تكون خفيفه. العجينه تاع الخفاف ما تتعجنش، يعني عجين كما المطلوع، وانما نخدموها بهذه الطريقه، نطلعوا ونهبطوا بهذه الطريقه. شوفوا معايا اذا الطريقه. نخدمو في الخفاف تاعنا بهذه الطريقه حتى نشوفوا العجينه اصبحت ملسه. بعد ما خبطنا العجينه تاعنا تقريبا 10 دقائق وانا نخبط فيها حتى طرات شويه كما راكم تشوفوا، ندهن ريسيبيون بالزيت مليح ونحطها فيه، نغطيها مليح ونخليها تخمر. نغطيوها ونخليوها تخمر حوالي 20 دقيقه. بعد ما فاتت 20 دقيقة انا حطيت العجينة تاعي في مكان دافئ لانه راه البرد، راهي خمرت العجينة تاعي. نهبطها فقط بهذه الطريقة، يعني نهبط لها الطلوع تاعها، ونعاود نخليها تخمر مرة اخرى حوالي ربع ساعة في مكان دافئ. نعاود نغطيها مليح ونخليها تعاود تخمر. رجعنا لكم بعد ما عاودت خمرت العجينة تاعنا المرة الثانية. الآن نحاولوا نديروها كرات، نحطو طبسي زيت قدامنا، ندهنو بلاطو مليح بالزيت، ندهنو يدينا بالزيت، نديرو كرات صغيرة من العجين هكا، ونحطوها في البلاطو اللي كان مدهون بالزيت. نعاودو مع بعض. الحجم تاع الكرات ديروهم كيما حبيتو نتوما، يعني تبعدوهم برك شويه على بعضهم. بعد ما كملت شكلت كامل الكرات تاعي، نبداو بالكره الاولى اللي درناها كامل الاولى، ما نبداوش بالاخيره. حكمو طبسي، ندهنوه شويه بالزيت بيساعدنا. نحطوا الكرة الأولى هنا، نبسطوها شوية فقط ونديروا لها ثقب في الوسط بهذا الطريقة كيما راكم تشوفوا، ونديوها مباشرة للمقلاة. دوك ندور لكم الكاميرا تشوفوها تتقلى. شوفوا معايا أنا درت زوج مقلات. المقلة الأولى ما درتش فيها الزيت بزاف، حوالي 6 ملاعق زيت نحطها فيها باه تنتفخ. كي تنتفخ شويه الحبه تاع الخفاف تاعي، نقلها للمقله الثانيه او كسرونه. انا درت كسرونه فيها كميه غزيره من الزيت تكمل تحمار في هاد الكسرونه. اذا كي نشوفوا الخفاف تاعي بدا يدي لون من تحت كيما راكم تشوفوا، اللون بدا يديه
حنا واش نديرو مباشره نقلوه للثانيه اللي فيها الزيت غزير. راح الزيت ينتفخ معانا، نحطو فوق الزيت من فوق كيما راكم تشاهدوا. شوفوا كيف راه ينتفخ معانا ويخرج هايل هذا الخباز. نحمروه مليح من الجهتين، نكملوا كامل الكميه ونعاودوا نشوفوه في صحن التقديم. ولا الخفاف بعد ما قليناه وتحمر راه واجد كيما راكم تشوفوا، راه شهي وهو خفيف، يجي خفيف بزاف. يعني نتمنى تجربوا هذه الطريقه لانها هايله مع كاساتي الله الله بالنعناع. يعني نتمنى تجربوه لانه رائع رائع رائع. يعني الطريقه هذه طريقه ناجحه 100%. كاين اللي يحب الخفاف ياكلو وحده، كاين اللي يحبو مع العسل. انا حطيته مع شويه برك عسل حر، يعني ممكن تحطوا عليه العسل الحر بهذه الطريقه غير شويه وتقدموه للعائله تاعكم. ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم وحبيتوا ديروه في مناسبه يناير بارطاجيوه مع صحابكم واحبابكم باه تعم الفائده. وما تنساوش جام ولي كومونتير، لانه التعليقات تاعكم اكيد راح تشجعني اكثر. نتمنى تفوتوا هذه المناسبه بالصحه والهنا. كل عام وانتم بخير، نتلاقاو في فرصة مقبلة بحول الله. السلام عليكم.